فعاليات المجتمع المدني، كفاعلين في مجال التربيه والتكوين. وكنشكر السي مصطفى استاذ غيري حمزه على هذا الحفوه الاستقبال وكيف ما تبعتوا معنا في هذه الصبحيه هذه، وفي اطار يعني الاحكام التي جاء بها الدستور المغربي سيما الفصل رقم 27 وكذا قانون الاطار المتعلق بالحق في الحصول على المعلومه المتواجده لدى الاداره العموميه والهيئات المنتخبه، وكذلك الاطار المتعلق بالبيئه والتنميه المستدامه التي تزم المجتمع المدني من اجل المشاركه الايجابيه في الشان العام ديال الجامعات الترابيه. اليوم احنا في اطار افتتاح واحد الورش حول الترافع من اجل الحصول على المعلومه البيئيه من خلال يعني دعوه الجماعه الترابيه لاحداث موقع الكتروني يكون متاح لجميع المواطنين، جميع الباحثين، الطلبه وكذلك جميع الادارات الاخرى من اجل الوصول الى المعلومه. وهذا من شانه انه يرفع لنا من عدد الابحاث والدراسات التي تقام على مستوى مدينه القنيطره، خصوصا ان مدينه القنيطره هي معروفه بواحد المولود الثقافي اللي هو جد فريد، حيث اننا تتوفر على غابات، على انهار، كذلك تتوفر على مجموعه من الشواطئ، وكذلك تتوفر على مناطق ذات اهميه ايكولوجيه لتزيد من العبء ديال الفاعل الجمعوي وديال الفاعلين الباحثين من اجل يعني تقديم خدمات حمايه وصيانه هذا الموروث الثقافي، هذا الموروث الطبيعي كذلك. وهذا الموقع الالكتروني اللي غيتيح لنا المعلومه غادي يعني غادي يتيح لنا اننا نكونوا قادرين على تتبع الوضع البيئي بمدينه القنيطره بشكل مستمر. اذا اليوم يعني الان في دوره تكوينيه لتعزيز قدرات الفاعلين والفاعلات الجمعويين خصوصا الشباب واكاديميين واعلاميين في هذا المجال من اجل بلوره اولا دليل للمؤشرات التنمويه والبيئيه والمناخيه، ثانيا عريضه تقدم لدى المجلس جماعه القنيطره من اجل خلق بوابه الكترونيه ملحقة في الموقع الرسمي لجماعة القنيطرة. اليوم نحن بحاجة إلى هذه المعلومة من أجل المجتمع المدني. لماذا؟ من أجل بلورة مشاريع تهتم بالتنمية أو النقاط التي تكون في حاجة إلى إصلاحها أو تنميتها أو يعني خلق آفاق مستقبلية لها في إطار منظور تنموي مستدام والمنظور التنموي الجديد للمغرب. وسهل أنه يتناول جميع الناس اللي اخترنا أنا نكونوا قاريين وماشي قاريين. نحن في صدد عيش تضامن حجم كبير تتم التعرف من أجل الحصول على المعلومات البيئية للمنطقة التي هي منطقة القنيطرة التي نتواجد به. نذكر كذلك غابة المغمورة التي بدورها نسجل تراجع حجمها بفضل التوسع العمراني وكذلك معاناتها من الحرائق والرعي الجائر. هناك بحيرة البوابة التي أعلنت رسميا بداية تدورها. هناك كذلك مرج الفوارات التي استسلمت للإحاطة الإسمنتية والعمرانية. لا ننسى كذلك بأن هناك شاطئ جميل وشاسع الأطراف الذي تم محو معالمه الطبيعية. إذا كل هذه المعطيات تبين بأن المعلومة البيئية هي محتوى بيئي قائم والمشاكل التي يتخبط فيها. كيف ما كتعرفوا أن المنظومة القانونية في المغرب تعزت بظهور قانون 31 وهو قانون الحق في الحصول على المعلومة. بطبيعة الحال في إطار تفعيل الفصل 27 من الدستور. تعريفهم مقتضيات هذا القانون وكذلك الترافع من أجل يعني إحداث بوابة إلكترونية للحصول على المعلومات والتوفر على معلومات رسمية ودقيقة ومحينة، هو يعني عنصر أساسي وركيزة أساسية لأي عمل ترافعي ناجح.
طبيعة الحال من مخرجات هذه الدورة بالإضافة إلى التعريفهم وتقوية قدراتهم في هذا المجال، كذلك هناك الشغال على المؤشرات البيئية على مستوى مدينة القنيطرة التي يجب أن تتوفر في البوابة الإلكترونية التي سوف نترافع من أجل إحداثها لهذا الغرض. طبيعة الحال كل هذا من أجل مركزة المعلومات وتوفيرها للمهتمين بشكل يعني سلس وبشكل دقيق. ونصبوا هذه الدورة التكوينية خاصة فيما يخص الجماعات المحلية، الجماعات المحلية التي ستمكن المواطنين أو المجتمع المدني من أجل الحصول على الحق، الحصول على المعلومة كما يخوله القانون، القانون التنظيمي 113 والقانون التنظيمي 31/13. ولذلك فنحن اليوم بصدد تكوين مجموعة من الإخوة والأخوات في هذا الصدد من أجل الحصول على المعلومة، وكذلك الطريقة التي يمكن لهم الحصول على المعلومة بتواجد مجموعة من الفطور والإخوة والأخوات اللي هما في مستوى عالي من التطبيق. هذه الدورة التكوينية شفنا شقين، الشق النظري والشق التطبيقي. بالنسبة للشق النظري فهو شمل واحد المجموعة ديال المحاور اللي منها نذكرهم أنا خصوصا بالذكر المصادر المرجعية للحق في الحصول على المعلومة. ومن هذه المصادر عندنا مصادر دولية ومصادر وطنية. أيضا شفنا الاستثناءات في الحق من الحصول على المعلومة. بالنسبة للشق التطبيقي كنا شفنا ورشات موضوعاتية. هذه الورشات شملت تحديد جميع المعلومات التي نحتاجها في المعلومة البيئية. هذا اللقاء التكويني هو بحقيقة لقاء تكويني يجمع ما بين البعد التكويني التحسيسي التحضيري لممثلين مختلف هيئات المجتمع المدني، وبالتالي فهي يعني شكل يعني تقدير وتكوين للمكونين الذين سيكونون يعني في نهاية المطاف سفراء. النوايا الحسنة في السابق كانت هناك يعني صعوبات جمت تحت هذه العملية ديال ولوج مختلف المواطنين بشكل عام، يعني ولوج الباحثين يعني لمختلف المعطيات التي يحتاجونها بشكل أساسي من أجل إعداد بحوثهم إلى غير ذلك. بقي الآن كما يقال يعني الكرة الآن حقيقة في ملعب المواطنات والمواطنين من أجل العمل على التنزيل السليم لهذه المقتضيات. الهدف من هذه الدورة التكوينية هو التعريف بالحق في الحصول على المعلومة من أجل إنشاء عريضة بيئية، فهي بداية لسلسلة من الأنشطة التي ستقوم بها جمعية الاقتصاد الأخضر بشراكة مع مجموعة من الجمعيات في هذا الإطار. استفدنا بزاف نحن كطلبة باحثين مقبلين على البحث ديالنا، فكان ممكن نحلوا في هذه المشاكل هذا، والحمد لله استوعبنا مجموعة ديال الأشياء اللي ممكن تفيدنا في هذا المسار الدراسي ديالنا التعليم العالي، يلزم المؤسسات العمومية بتوفير هذه المعلومات للطالب المعلومة لأجل سواء لأجل غرض إداري أو لأجل دراسة بالنسبة لنا احنا كطلبة باحثين، لأجل مجموعة ديال الأشياء باش تمتاز المؤسسات بالشفافية والنزاهة. وصراحة كانت دورة تكوينية قيمة. لازم أشكر جميع الفاعلين التي استفدت منها بزاف في كيفاش نحصل على المعلومة، وكذلك عن طريق التطبيق في جميع المعلومات المختصة. سعيدة اليوم في حضور هذه الدورة في مدينة القنيطرة اللي عنوان ديالها الحملة الترفعية للحصول على المعلومات البيئية، اللي بصراحة دازت لدوا في مستوى المتوقع كما العادة، اللي كانوا فيها الناس في مستوى كذلك لا من ناحية الاستقبال ولا من ناحية الندوة ولا من ناحية كل شيء صراحة.
وان شاء الله غادي يكونوا اعمال اخرى ان شاء الله وندوات اخرى اللي نشاركوا فيها واللي نستفدوا منها صراحه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب أو فعلوا جرس باش يوصلكم الجديد أو زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.